الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أدخلنا يا ربي وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا يا ربي وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. ما زلنا في الفصول المتعلقة بكتاب النكاح، فصل في أحكام القذف واللعان، وهو أي اللعان لغة مصدر مأخوذ من اللعن أي البعد، وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق لعربه. يعني لو رجل رمى امرأته بالزنا وليس عنده شهود ويخاف أن تحمل من غيره، فيأتي ولد ينسب له وهو ليس ابنه، ففي هذه الحالة يضطر إلى قضية تسمى اللعان حتى ينفي نسب ما في بطنها من رجل آخر وهي في فراشه، لأنه لو لم يفعل ذلك وطلقها وبنى حملها في العدة نسب الولد لأبيه وهو ليس أبوه، فليس أمامه إلا أن يلاعنها حتى ينبني على ذلك الفراق ونفي النسب. فإن زنت وليس في بطنها شيء من زناها، له أن يطلقها ولا يلعن ولا حاجة، خلاص مش هيلحق، يبقى مش مضطر للعان. هو تمل اضطرار للعان هو لنفي النسب، لحسن تحمل من الزنا وينسب الولد للفراش، ينسب له لأن العقد هي تحت عصمته. فلو لم يلاعنها أو حتى طلقها وبنى حملها في عدة الطلاق حينسب له، فيبقى المضطر اللي هو من أجل أن ينفي النسب، واضح؟ لكن لو هو مش فيش حمل وزنت، العلاقة بينه وبينها أنه يطلقها وخلاص ومالوش دعوة بيها، واخد بالك، ويستر عليها.
ليه؟ لأن سوء سمعتها يؤدي إلى سوء سمعة أولاده منها، فيبقى في الأحسن في الحالة دي إنه لا يلاعن حتى لا تشتهر فضيحتها وإيه ويسوء سمعة الأولاد منه. لكن إمتى يضطر للعان؟ لو في بطنها حمل من غيره، لو ما لعنهاش وطلقها هينسب له يبقى ابنه، ففي الحالة دي إيه يضطر للعان. عشان كده بيقول هو إيه كلمات مخصوصة اللي هي يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين اللي هي في سورة النور، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب، هي عشان يدرأ عنها عذاب يعني إقامة حد الزنا عليها وهو الرجم تلاعنه، فإن لم إن رفضت يقام عليها حد الرجم، فإن لعنت يفرق بينهما ولا ينسب ما في بطنها ولا يقام الحد عليها ولا عليه. خدت بالك؟ هي دي القضية. فإحنا النهاردة هنتكلم على حول هذا الموضوع في مذهب السادة الشافعية. فبيقول هي كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى القذف. شفت بقى؟ للمضطر إلى القذف. هنشوف أوجه الاضطرار في أثناء الشرح. للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، اللي هي زوجته. وإذا رمى أي قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. افرض رماها بالزنا وما جابش شهود ورفض يلاعن، يجلد هو 80 جلد لأنه قذفه، واضح؟ يبقى لو لعنها يدرأ عن نفسه حد القذف، ما يتجلدش بقى، واضح؟ وإذا رمى أي قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، وسيأتي أنه 80 جلدة، إلا أن يقيم أي الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة. البينة 4 شهود ذكور، يشترط الذكورة ويشترط الأربعة، ما ينفعش يجيب مثلا 3 ذكور وامرأتين، ما ينفعش، يشترط الذكورة في شهود الزنا ويبقوا 4، ادي البينة او الاعتراف انها تعترف الاقرار يعني، ومش شرط يكونوا عدلين، لا يشترط يكونوا عدول، والا يروح يشتري 4 شهود كل واحد يديله 50 جنيه جيش، ما ينفع، لازم يكونوا ناس عدول، يكون شرط بلوغ، يكون رشيد، يكون انسان رشيد ما يجيبش اطفال. إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة أو يلاعن الزوجة المقذوفة، وفي بعض النسخ أو يلتعن أي بأمر الحاكم أو من في حكمه كالمحكم، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر. جامع يعني إيه؟ المسجد الجامع اللي بتصلى في الجمعة، ده تغليظ بالمكان عشان يخاف يحلف كذب في مكان شريف، يبقى اسمه تغليظ بالمكان. يجي في الجامع وبعد العصر، تغليظ بالزمان كمان، وبعدين في حضور بعض الناس اللي هم الصالحين، وتغليظ كمان بالحضور، يمكن يستحي يحلف قدام الناس الطيبة اللي هو يحترمهم، ويمكن يخاف يحلف بعد العصر كذب ويكون الدعاء بعد العصر مستجاب، ويخاف كمان يحلف على المنبر، والمنبر ده يعني مكان الوعظ ومكان الصلاح وهو ميراث النبي، فكل ده يخوفه، يبقى اسمه تغليظ بالمكان والزمان والحضور. كويس؟ فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أقلهم 4، يعني مش شرط إن يملى عليه الجامع، لكن أقلهم 4 بس يبقوا حاضرين، أقلهم 4 أشهد بالله، هو يقول كده بقى، أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي الغائبة فلانة من الزنا، وإن كانت حاضرة يشاور عليه هذه لو كانت حاضرة، وإن كانت حاضرة أشار لها بقول زوجتي هذه، وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات فقال وأن هذا الولد من الزنا وليس مني،
ويقول الملاعن هذه الكلمات 4 مرات، لازم يكررها 4 مرات كل مرة بمقام شاهد. ما احنا قلنا يثبت ب4 شهور، يبقى كل مرة بمقام شاهد. ويقول الملاعن هذه الكلمات 4 مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم أو المحكم بتخويفه له من عذاب الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا، وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، يقول كده زي نص الآية، فيما رميت به هذه من الزنا. وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان، بل هو سنة. يعني التفاصيل دي اللي هي التغليظ بالمكان والزمان والحضور دي سنة، لأن سنة النبي يريد أنه يمنع أن يحصل هذه الحادثة. ما يحبش الفضائح، النبي ما يحبش الفضائح، فسن أشياء تخلي الناس تخاف تلاعن. واضح؟ ويتعلق بلعانه أي الزوج، وإن لم تلاعن الزوجة 5 أحكام. هنقف على الحتة دي، احنا هنحاول نخلص بس الجزء اللي فات ده والاثنين القادم نكمل، اللي هو ما يتعلق ما يترتب على اللعان من أحكام هنتكلم عليها المرة الجاية. احنا نشوف الايه الجزء اللي قرأناه ده، نشوف الشيخ البيجوري قال ايه فيه. فصل في أحكام القذف واللعان. يقول الشيخ إبراهيم البيجوري: إنما قدم القذف على اللعان لأنه سابق عليه، فإنه سببه. علشان يلاعن لابد أن يقذفها الأول، يقول إنها زنت، فكلمة زنت دي قذف، فتملي اللعان يأتي بعد القذف. واضح؟ عشان كده إيه قدم القذف على اللعان. إنما قدم القذف على اللعان لأنه سابق عليه، فإنه سببه، والسبب سابق على المسبب. والأصل فيهما، يعني في القذف واللعان، قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. يبقى يدرأ عنها عذاب إيه؟ عذاب إقامة حد الزنا بقى. ويدرأ عنها العذاب يعني يبعد عنها، الدرء يعني يبعد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، وفي قراءة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كويس، هي دي الآيات. وسبب نزولها، سبب نزول هذه الآيات، أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. يعني هلال بن أمية راح للنبي قال إن شريك بن سحماء زنى مع زوجتي يا رسول الله، واللي في بطنها ده مش ابني. كويس، أدي سبب القصة، بشريك ابن سحماء بتقديم الحاء على الميم مع المد كما هو الصواب، وإن وقع في عبارة بعضهم سمحاء بتقديم الميم على الحاء، لكن هو إيه؟ سحماء وليس سمحاء، يعني الحاء الأول يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، يا تجيب شهود يا إما حقيم عليك الحد، أنت كده قذفت محصنة. فقال: يا رسول الله، أيجد أحدنا مع امرأته رجلا وينطلق يلتمس البينة؟ يعني هيبقى فيه، طب ما على ما يروح يجيب 4 شهود هيكون التاني قضى وتر ومشي، ما مش هينفع. فهو ايه يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان موضوع البينة ده عملية صعبة. فقال: يا رسول الله، أيجد أحدنا مع امرأته رجلا وينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر عليه ذلك، يقول له برضه يا تجيب البينة يا حد في ظهرك، كل ما يكرر على النبي النبي يقول له برضه كده صلى الله عليه وسلم. فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت الآيات. وقيل إن سبب نزولها أن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله، أرأيت إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن قتله قتلتموه،
فكيف يفعل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، فاذهب فأتي بها. فأتى بها فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يكون كل منهما، يعني موضوع ويمر العجلاني وموضوع إيه هلال بن أمية، الاثنين دول يكونوا سبب للنزول، ما فيش مانع يعني، ولا مانع من أن يكون كل منهما سببا للنزول. وبعضهم جعل أن المراد أن حكم واقعتك تبين بما أنزل في واقعة هلال، ولم يقع بالمدينة الشريفة لعان بعد اللعان الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تاني في أيام الخلفاء الراشدين كلهم، ما حصلش لعان تاني إلا في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو يعني اللعان أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، وقيل شهادات، يعني عندنا احنا وجهان، هل هو اللعان ده عبارة عن أيمان ولا شهادة؟ فهم؟ هل هو أيمان ولا شهادة؟ لو أيمان وحنث هيبقى عليه كفارة يمين، ولو شهادة وحنث ليس شائع عليه إلا أنه توب وخلاص، فهمت بقى؟ فعندنا احنا وجهين في الشفائي، إن إيه وجه بيقول إن هو أيمان، وجه بيقول إنه شهادة، والراجح إن هو أيمان بلفظ الشهادة، أيمان بلفظ الشهادة. وهو يعني اللعان أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، وقيل الوجه المقابل، يقول قيل معناه بيعبر عن الوجه الضعيف، قيل يبقى ده الوجه الأضعف يعني. شهادات، ويترتب على ذلك على الخلاف ده أنه إن كان كاذبا لزمه أربع كفارات لأنه أربع أيمان، وأما الكلمة الخامسة فالقصد منها التأكيد وليست يمين منفصل، ده تأكيد لمفاد الأربعة فليست يمين، هذا إن قلنا بالأول إن هو أيمان وهو الراجح، كويس، يبقى الأول هو الراجح إنه أيمان، ولو كان كذاب وعارف إنه كذاب في نفسه يبقى عليه كفارة أربع أيمان ويتوب إلى الله، لأنه هو كده استوجب لعنة ربنا على نفسه، فهمت؟ وإن قلنا بالثاني إن هو شهادة فلا يلزمه شيء سوى الإثم عند الكذب، قوله وهو أي اللعان، وأما القذف فهو لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا ونحوه، في معرض التعيير صريحا كان كزنيتي أو يا زانية، لما يشتم واحد يقول يا زانية، أو زنى فرجك، أو يا قحبة، يعني يا أحبة بلغة المصرية، كل ده يعتبر قذف. ما فيش حاجة اسمها مزاح في الحاجات، ما فيش حاجة اسمها مزاح بالحكاية، لو جاب شهود، نعم، اثنان يتمازحان يا ابن كذا ويا ابن كذا، لو في بقى شهود ويجوا يقولوا ده قال كذا، الاثنين يتضرب، يقام عليهم الحد، يقام عليهم الحد طبعا، بس يجيب شهود ان هو فعلا قال كده، وهنا عايزين شهرين اثنين بس، اثنين يشهدوا مش عايزين اربعة لإثبات حتى القصر، او هو يعترف، ما يصحش الواحد ايه يعمل كده مع الناس، النبي لم يكن فاحش ولا بذيء، سنة النبي عدم الفحش وعدم البذاءة. صريحا كان، يعني ممكن يبقى ايه، يبقى القذف صريح، يقول لها ايه، ساعات يقول له يا ابن الزانية، دي مشهورة حكاية دي، تسمعها على القهوة البلدي هم بيلعبوا طاولة، دي مصايب يعني سودة بتحصل، فايه، فيقول لك زنيتي او يا زانية او زنى فرجك وتحسبونه هينا وهو عند الله ايه عظيم، فربنا ينجينا، او يا قحبة فهو صريح، يعني اي بقى شتيمة من الشتائم اللي انت حافظها يعني دي كتيرة يعني ليها قاموس سهل جدا، فهو صريح كما افتى به ابن عبد السلام. ممكن الفاظ كناية او كناية كذا نأتي في الجبل بالهمز، يعني افرض ان هو ساكن في جبل عالي فيقول لها ايه زنأتي، يعني صعدت الجبل، فهمت ازاي؟ ينطبق، انا اسف، بس ينطبق على النساء فقط، في برضه لا، والرجل كذا، والرجل كذا،
كذلك ما اي صريح اي واحد يقذف في عرضه. ينطبق عليه. هنتكلم ده باب حد القذف ده هنتكلم عليه لوحده باب لوحده. بس مش النهارده يعني لما نخلص موضوع اللي عندك. زنأتي في الجبل بالهمز لان الزناء هو الصعود. بخلاف زنأتي في البيت بالهمز فانه صريح. لو هم قاعدين في البيت ويقول لها زنأتي وهم قاعدين في البيت يبقى ده لفظ صريح. لو هم اصلا ساكنين في المقطم زي حالتنا كده ومراته جايه من السيده عائشه فيقول لها زنأتي يعني صعدت الجبل. يحتمل بيسألها انت طلعتي الجبل ولا لا؟ فهمت؟ لان اللفظ يحتمل معنيين. وان كان اللغه بتاعتنا احنا ما بنستعملش الحاجات دي دلوقتي يعني، لكن هي بنتكلم على اللغه القديمه اللي كانت مستعمله. بخلاف زنأتي في البيت بالهمز فإنه صريح لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحو. وقيل إن لم يكن للبيت درج يصعد عليه فيها فهو صريح، وإلا فكناية. افرض بيته كمان في سلم دور تاني داخلي وقال لها زنأتي وفي البيت، يعني تحتمل برضو يسألها انك انت طلعتي فوق ولا لا. كل ده باللغة لو كانت دي مستعملة يعني. طبعا دي مش مستعملة عندنا في مصر، اللغة دي مش مستعملة عندنا في مصر، لكن هم على اي حال الفقهاء عايزين يدوروا على اي مخرج لانه ما يبقاش لفظ صريح علشان ما يبقاش على احكام كتيره. وكذلك لما يقول لها يا فاجره او يا فاسقه او انت تحبين الخلوه او لم اجدك بكرا فان نوى بذلك القذف كان قذفا والا فلا. وإنما لم يذكر الشارح معنى القذف لغة وشرعا لأنه سيأتي في فصل مستقل. وهو لغة اللي هو اللعان بقى مصدر، أي لأنه يقال لاعن يلاعن لعانا وملاعنة، كما قال ابن مالك في الألفية لفاعل الفعال والمفاعلة. يعني كل حاجة تيجي على وزن فاعل ممكن مصدرها يجي على وزن فعال ومفاعل، زي لاعن ممكن يبقى ايه لعان وملاعن. فكل حاجة على وزن فاعل تأتي على ايه مصدر على فعال ومفاعل. وقيل انه جمع للعن فيقال لعن ولعان، لعن ولعان كصعب وصعاد. وقول مأخوذ من اللعن اي مشتق منه، لان المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد. احنا عندنا هنا ايه مصدر مزيد اللي هي اللعان والمصدر المجرد لعن، مزيد عشان فيه الف زياده يعني، خدت بالك؟ فالمصدر المزيد يشتق من المصدر ايه المجرد، المجرد يعني من الزياده، المجرد من الزياده. وقوله اي البعد، يبقى اللعن معناه البعد، أي لأن كل من المتلاعنين يبعد عن الآخر بل وعن رحمة الله بالنسبة للكاذب منهما. ومنه لعنه الله أي أبعده وطرده عن رحمته، زي ما قال في القرآن على إبليس لعنه الله يعني طرده من رحمته. قول وشرعا، يبقى اللعن في الشرع ايه هو بقى عطف على لغة. وقول كلمات مخصوصة اي التي هي الكلمات الخمس المعلومة مما سيأتي، وسميت هذه الكلمات لعانا لقول الرجل فيها وعليه لعنة الله ان كان من الكاذبين، وهو من باب التغليب لان اللعن لم يذكر الا في الخامسة، فهو من تغليب الاقل على الاكثر، ولم ينظر للفظ الغضب مع وجوده في اللعان لقول المرأة وعليها غضب الله إن كان من الصادقين، لأن اللعن متقدم في الآية على الغضب، ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس. لعان الرجل قد يلاعن الرجل والمرأة ترفض أنها تلاعن وتفضل أن يقام عليها الحد وتموت أحسن بدل ما تقف هي تعمل كده، ممكن. لكن إيه علشان كده تملي لعان الرجل مقدم على لعان المرأة، لأنه قد يتخلف لعان المرأة ترفض هي. ولأنه من جانب الزوج وذاك من جانب الزوجة، لأن عمر ما الزوجة هتقول لاعن زوجي، هو الزوج بيلاعن ليه؟ عشان مش عايز ينسب اللي ببطنها ليه،
فهو مضطر، لكن هو اللي بطنها ابنها ابنها، سواء من الراجل ده ولا من الراجل ده، هو منسوب لها منسوب لها، لكن المشكلة في الرجل، هو اللي ممكن ينسب له من ليس منه. عشان كده تملي يجي من جانب الرجل في الملاعنة أكثر. قوله جعلت حجة للمضطر، أي جعلها الله حجة، لأن كل كلمة من الكلمات الأربع بمنزلة شاهد، فالكلمات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة الذين هم حجة في الزنا ونحوه. والحاصل أن الزوج يبتلى بقذف امرأته لدفع العار الذي ألحقته به والنسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه، وقد يتعذر عليه إقامة البينة، فجعل اللعان بينة له. واصل لو ربنا ما عملهاش حل كان هيحصل ايه؟ لو هي حملت وجابت له ولد وطلع ابنه، هيعمل ايه؟ هيقتلهم الاثنين وهيرتكب جريمة قتل، فاهم؟ فربنا عمل له حل ثاني، الولد ما ينسبش ليه وهي يفارقها للأبد ومع السلام، وغسل ايده منها وانتهينا. يعني ربنا برضو يعملها رحمة، مخرج من أزمة قد يضطر الرجل لو ما كانش عنده مخرج انه يعمل ايه؟ يقتل نفس، وقتل النفس جريمة كبيرة عند الله. وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له، وإن تيسرت له البينة، لأن الشأن ألا يجد بينة. قول للمضطر إلى قذف، أي للمحتاج إليه احتياجا شديدا. قال المحشي كغير ليس بقيد، بل له اللعان وإن كان هناك بينة، وأنت خبير بأن هذا لا يظهر إلا إن كان المراد المضطر إلى اللعان. والشارح كغيره جعله مضطرا إلى القذف، ولا شك أنه مضطر إلى القذف ولو كان معه بينة، وكان عليه أن يزيد أو إلى نفي ولد، بل لا يظهر كونه مضطرا إلى القذف إلا إذا كان له ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه. وإنما يعلم ذلك، طب يعلم ذلك الرجل انه ده مش منه ازاي؟ اذا لم يطأها، هو متأكد، هو كان مسافر واخد بالك مثلا، او في الفترة دي كان مشغول ولم يطأها وفجأة لقاها حامل، فهمت ازاي؟ او هو مثلا نفسه معروف انه ما بيخلفش، عارف وعامل تحاليل وقالوا له انت ما عندكش حيوانات منوية اصلا، فهمت ازاي؟ وعارف انه ما بيخلفش فجأة لقاها حامل، ممكن يشك اذا كانت سلوكها سيء، واخد بالك؟ فكل الحاجات دي تخليه ايه؟ قد يشك في المساله. وانما يعلم ذلك اذا لم يطأها او وطئها ولكن ولدته لدون 6 أشهر من وطئ او لفوق 4 سنين منه، يعني هو تزوجها وبعد 4 شهور من الزواج ولدت ولد. الله، بعد 4 شهور؟ ده انا متجوزك من 4 شهور بس، هو في ولد هيتكون كامل وينزل بعد 4 شهور الا اذا كنت حامل اصلا من الاول، فاهم؟ يبقى لو وضعته في اقل من 6 أشهر من الدخول بها، واضح؟ ده يخليه يشك يقول ده مش ابني. او وضعته بعد اكتر من 4 سنين، لان احنا عندنا اقصى مدة الحمل في مذهب الشافعية 4 سنين، واقل مدة حمل 6 أشهر في مذهب الشافعية كده، وكذا المالكية. ليه؟ لأن وجدوا أيامهم إن في بعض النساء يطول حملهم لحد 4 سنين، وإن كان نادر، بس أدام نادر خلاص يبقى نعتبرها أقصى مدة حمل. ويقال إن الإمام مالك ابن أنس أمه حملت فيه 4 سنين، حتى إنها وضعته عنده سنان، واخد بالك؟ سيدنا مالك اللي هو إيه؟ صاحب المذهب المشهور. فعلشان كده خدوا، إحنا في العصر بتاعنا في القانون الوضعي خد رأي دكاترة النساء والتوليد، قالوا ايه اقصى مدة حملة عندكم شفتوها يا دكاترة النساء؟ قالوا 12 شهر، خلوها 12 شهر، خدت بالك؟ الوقت في القانون الوضعي بتاعه على سبيل الاستقراء المعاصر، لكن الاستقراء المعاصر لأهل المذاهب ايام الامام الشافعي والامام مالك وجدوا ان في نساء قعدوا في حملهم 4 سنين، واضح؟ واقل مدة حمل 6 أشهر باعتبار الايتين، ايه؟
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال 30 شهرا فتاخد 24 من 30 يتبقى 6، وده استنباط سيدنا علي ابن أبي طالب، فقالوا أن أقل حمل 6 شهور وأقصى حمل 4 سنين. طب افرض هو سايبها وولدت، يعني آخر جماع له ليها من 3 سنين، ولدت بعد 3 سنين ينسب له ما لم يلاعن، واخد بالك؟ لان لسه في ايه اقصى مده حمل ما جاتش 4 سنين. القانون المصري دلوقتي لا، القانون المصري دلوقتي لو رفع عليها قضيه خلاص مش هينسب الولد. ليه؟ لانه زاد عن سنه، فهمت؟ لكن احنا بنتكلم على القضاء القديم. طب افرض وضعته بعد ما سابها باربع سنين ويوم، يبقى مش ابنه قطعا، فهمت ازاي؟ طب واربع خمس سنين، يبقى مش ابنه قطعا، فهمت بقى المساله؟ أو لفوق أربع سنين منه، أو ظن أنه ليس منه بأن ولدته لما بينهما منه، يعني إيه من المدة. يعني يفرض أنه هو صحيح ولدته بعد إيه 6 أشهر، بين 6 شهور وأربع سنين، احتمال يبقى منه، لكن هو ظان، غلبت ظنه أنه ده مش ابنه، يبقى في الحالة دي له أن يلاعب كمان، خدت بالك؟ ومن زنا بعد استبراء منه بحيضة، ومن زنا بعد استبراء منه بحيضة، يعني مثلا ايه؟ اغتصبوها، ناس اغتصبوها، خطفوها واغتصبوها، فما نعرفش بعد الاغتصاب ده حملت ولا ما حملتش، فتقوم تستبرئ بحيضة، واخد بالك ازاي؟ فاستبرأت بحيضة وبعدين بعد كده حملت، هو برضو شاكك، ما ممكن تبقى هي حامل وجالها الحيض وهي حامل، فهمتني ازاي؟ ما يمكن ايه بعد الاستبراء بالحيضة دي، ما في بعض الستات يقعدوا الثلاث شهور الحمل الاولانيين بينزل لهم دم زي الحيض وتطلع حامل، بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل، فاهم؟ وعلشان كده برضو ايه في الحالة دي ممكن يشك يعني. والقذف حينئذ واجب فورا، لو هو عايز ينفي ولد يبقى واجب عليه فورا، مش يستنى اما الولد بقى يتولد ويتربى ويدخل مدرسة، لان سكوته وتراخيه يبقى دليل على قبوله، واضح؟ لازم هنا الفورية. وحينئذ واجب فورا، لأن نفي الولد على الفور كالرد بالعيب، بالظبط في إيه؟ في شراء المبيع، ما ينفعش تشتري مبيع وتجد فيه عيب وتيجي ترده بعد سنة، ما ينفعش، أول ما عرفت المبيع ترده على طول، أول ما تعرف العيب ترده على طول، لكن لو قعد معاك أكتر من بعد ما عرفت العيب وبتاع يبقى دليل إنك أنت رديت، فلا يقبل الرد بالعيب، واضح؟ بأن يأتي الفورية، أنه يعمل إيه؟ بأن يأتي القاضي ويقول له إن هذا الولد ليس مني، فإن أخر ذلك لم يصح نفيه بعد. وأما اللعان نفسه بقى فهو على التراخي، يعني لازم يرفع القضية الأول عند القاضي، والقاضي بقى يحكم فيها إن شاء الله بعد شهر اتنين تلاتة بقى براحته، لكن المهم يبقى تاريخ القضية إيه؟ معروف إنه هو بمجرد إيه علمه بأنها إيه الولد ده ليس ابنه. وأما اللعان فهو على التراخي بعد ذلك، ولو ادعى جهل النفي أو الفورية وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه، يعني يقول أنا ما كنتش أعرف إن فورا، أنا ما أعرفش الأحكام، يقوم القاضي يحلفه لأنه ما كانش يعرف، لو حلف صدق بيمينه وأقبل منه القضية، واخد بالك؟ وإن لم يعلم أن الولد ليس منه بأن لم يعلم أنه منه أو شك فيه حرم القذف. لو لم ما عندوش علم أن الولد ليس منه أو كان شاكك في سلوك زوجته لكن ومش متأكد، يحرم عليه يقذفها بقى، لأن احنا عندنا إيه؟ الشك لا ينبني عليه حكم. شاكك ما ينفعش ينبني عليه حكم أنه يروح يلاعن ويقذف ويقلب الدنيا ويطلع في الآخر ابنه، فاهم؟ لأن في ناس من كتر غيرتها يبقى شكه ملوش حقيقة،
في رجاله عندها غيره زائده عن اللزوم، فيقوم غيرته لزياده عن اللزوم تخليه شكه ده يبقى كانه وهم، كان حاجه مش موجوده. فما ينفعش في الحاله دي ان هو يروح يقذف، يقذف لما يبقى متاكد او غالب ظنه فوق 90% ويكون متزن كده، ما عندوش بقى ايه يعني تسرع في القرارات. وإن لم يعلم أن الولد ليس منه بأن لم يعلم أنه منه أو شك فيه حرم القذف والنفي واللعان. وأما إذا لم يكن له ولد فلا اضطرار له. طب افرض هي ما حملتش وشاف، هيبقى مش مضطر للعان بقى، يطلق ويخلص. فهمت بقى؟ فإن لم يكن له ولد يعني ما حملتش فلا اضطرار، لأنه وإن جاز له القذف واللعان لكن الأولى له أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها. فهمت؟ لأن العلاقة بينك وبين زوجتك هي كلمة، زي ما بقت زوجتك بكلمة تقول قبلت في العقد بقت مراتك، تقول لا أنت طالق بقت مش مراتك، خلاص مع السلامة وخلصت. خدت بالك؟ يبقى هو بيضطر إمتى بس عشان نفي النسب. وهذا كله إن علم زناها. كل الكلام اللي فات ده بقى إذا علم زناها، مش مجرد إنه بيشك بقى أو مجرد تهيؤات بتجيله. وهذا كله إن علم زناها بأن رآها تزني أو ظنه ظنا مؤكدا، وذلك يحصل بشيوع زناها بزيد مثلا مصحوبا بقرينة، كأن رآهما في خلوة ولو مرة واحدة، أو رآهما تخرج من عنده، أو رآه يخرج من عندها، أو رأى رجلا معها مرارا في محل ريبة، أو مر تحت شعار في هيئة منكرة، يعني متغطيين في غطاء واحد يعني في هيئة منكرة. ولا يكفي الشيوع وحده، لأنه قد يشيع عدو لهم، يعني ما يكتفيش بمجرد إشاعة طالعة، لأنه ممكن يكون الناس أعداؤه وعايزين يسوقوا سمعته، أو من طمع أو من طمع فيها ولم يظفر بشيء، ولا القرينة وحدها، لأنه ولا يكتفي بالقرينة برضو وحدها. هو دخل لقاها طالعة من حجرة جاره، طب ما يمكن كانت ايه، كانت خايفة حصل حاجة، قالوا لها ده في حرامي في الشقة، ده في فار في الشقة، طلع في ستات بتخاف، طلعت جاري دخلت حجرة الناس اللي قدامها لحد ما يمسكوا الفار. هو جه في اللحظة دي لقاها في حجرة، الله تعالي هنا نلاعن، ما ينفعش. يمكن هي داخلة كانت في ظروف. فهمتني ازاي؟ يعني مش مجرد قرينة زي ما بيجيبوا في الأفلام بقى قصص كبيرة، يجي واحد مثلا يقول أنا مش عارف إيه، الحقوني الحقوني الحقوني، تروح هي فاتحة الباب وتخش عليه تلحقه، يجي جوزها في اللحظة دي يقول آه ده زنى بيها، وما زناش بيها ولا حاجة، ده هي سامعة واحد بيستغيث. فهمت؟ علشان كده لازم الإنسان في الأمور دي يكون عنده عقل ويتدبر وما يتسرعش. يمكن إيه داخلة تسرقه، واخد، أو داخل يسرقها، فدخل شقته لقى راجل بيقلب في الفراش بتاعه عايز يسرق، هو داخل يسرق وهي مشغوله في المطبخ، هو جاي حرامي. فهمت؟ فيمكن داخل حرام. كل الحاجات دي لازم ياخد باله منها، علشان لان الامور دي امور فيها اعراض وفيها ايمان مغلظه وفيها يعني تسويق سمعه مسلم، والمسلم سمعته عند الله كبيره، فلازم الانسان يكون متزن وياخد باله. عشان كده بيقول لك لا تكفي القرينه وحدها ولا يكفي الشيوع وحده، لكن لازم الشيوع والقرينه يجتمعوا الاثنين. خدت بالك؟ علشان تبقى عندك شبه تاكد. لانه ربما دخلت عليه لخوف او سارقه او نحوها، او دخله عليها لذلك، فان لم يعلم زناها ولم يظنه ظنا مؤكدا حرم عليه قذفها ولعانها ولو كان هناك ولد، لانه يلحقه بالفراش. قوله من لطخ فراشه أي زوجته، لطخت فراشه بالزنا، فمن واقع على الزوجة. وذكر الضمير المستتر في لطخ باعتبار لفظ من، هو قال من لطخ فراشه وألحق، من بيتكلم على الزوجة، كم حقه يقول لطخت، مش كده برضو؟ عشان دي أنثى، من لطخت. لكن من ده اسم موصول مذكر، فباعتبار اللفظ قال من لطخ، لكن باعتبار المعنى يقول من لطخت. فهمت؟ هو باعتبار اللفظ قال من لطخ. زي ايه مثلها في القرآن؟
ايوه فتح الله ومن يقنط منكن لله وتعمل، يبقى قال ومن يقنط وبعدين قال وتعمل. ومن يقنط بيتكلم على الزوجات باعتبار اللفظ، وبعدين وتعمل باعتبار المعنى. يبقى مره يعني عطف مره باعتبار المعنى فاظهر علامه الاناث، وايه وذكر باعتبار اللفظ بالرغم من الكلام في الاناث باعتبار اللفظ. يعني ممكن في اللغه تحتمل هذا، عشان كده قال ايه ها وزي وقال نسوة، وان كان دي تنفع الاثنين. فهنا بيقول ايه من لطخ فراشه، اي زوجه زوجه لطخت فراشه بالزنا، فمن واقع على الزوجه، وذكر الضمير المستتر في لطخ باعتبار لفظ من، لان من لطخت تقول الضمير المستتر هو، الضمير المستتر هتقول ايه هو، مع انه هو هنا بمعنى هي بس باعتبار ايه باعتبار اللفظ. وفراشه هو الزوجة لأنه يفترشها عند الوطء، فهي لطخت نفسها ففيه إظهار في مقام الإضمار. وألحق العار به أي بالمضطر، وهو عطف مسبب على سبب أو عطف تفسير. قول وإذا رمى أي قذف، لأن معنى القذف لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير كما تقدم. وخرج بمعرض التعيير معرض الشهادة. يعني هو لو بيشهد ما بيعيرش يبقى مش قاذف، يعني جايين اربع رجاله يشهدوا ان واحده زنت يبقى ده مش قاذف، خد بالك، لان ده في معرض شهاده مش في معرض تعيير. بمعرض التعيير وخرج بمعرض التعيير معرض الشهاده والجرح في الشهاده، فاذا شهد عليه بالزنا وبلغ الشهود نصابا يعني أربعة، أو جرحه به لترد شهادته لم يكن قذفا، لأنه ليس في معرض التعيير بل في معرض الشهادة أو الجرح في الشهادة. وخرج بقولنا وبلغ الشهود نصابا ما إذا لم يبلغوا نصابا. طب افرض هو قال كده في الشهادة وبعدين ما كملوش أربعة بقى قاذف، تعالى هنا نجلده، فهمت ازاي؟ أو بيقولها في معرض ايه التاني الجرح، بيجرح بيجرحه يعني امام القاضي، بيقول له ازاي تقبل شهادته وتعتبره شهيد عدل والراجل ده زاني وبعدين ما جابش شهود او جاب ثلاثة اتنين بس وما كملوش، يوم القاضي ساعتها يقيم عليه الحد، واخد بالك، لانه يبقى قذفه. واضح؟ وبلغ الشهود نصابا ما إذا لم يبلغوا نصابا فهم قذفة، لأن الرمي بالزنا حينئذ في معرض التعيير حكما، وإن لم يقصدوا التعيير بل قصدوا الشهادة، لأنه لما لم تتم الشهادة حكمنا بأنه تعيير زجرا وردعا عن قذف الناس بصورة الشهادة. قوله الرجل أي المكلف المختار الملتزم للأحكام، فلا يقتضي قذف الصبي والمجنون والمكره وغير الملتزم للأحكام لعانا. يعني لو صبي متزوج ما ينفعش ايه يقبل منه لعان، وكذلك مجنون، لان المجنون ممكن يتهيأ له يجي له هلوسه بصريه، شاف مع مراته واحد وهو مش ما فيش واحد، ده هي عينين اللي شايفه لكن هي دي هلوسه، فهمت، فما يقبلش برضه لعان المجنون. والمكره وغير الملتزم للاحكام لعانا ولا عقوبه، لكن يعذر الصبي. طب والصبي لو لعن او قذف مراته وشتمها شتيمه فيها قذف يعذر، يعني ياخده القاضي او الحاكم يأدبه يضربه قلمين يقول له ما تعملش كده تاني اي حاجه. والمجنون اللذان لهما نوع تمييز، برضو المجنون اللي عنده نوع تمييز مش فاقد عقله بالكليه وحصل منه كده يأدبه برضو ايه القاضي. فان عذر قبل الكمال فظاهر والا فبعد الكمال. قول زوجته أي المحصنة، لأجل قوله فعليه حد القذف، لأن قذف غير المحصنة يوجب التعزير. المحصن في القذف اللي هو إيه؟ لأن في امرأة غير محصنة اللي هي امرأة غير عفيفة أصلا، واخد بالك، يعني امرأة غير عفيفة يعني مشهورة بالفجر، يعني شغالة رقاصة مثلا،
هي اصلا بترقص في الكازينوات وبتلبس بدله رقص وبتقعد ترقص، فدي غير عفيفه، فهمت ازاي؟ فلو حد قذفها حرام عليه برضه، حرام عليه برضه، بس ما يقامش عليه حد القذف، لكن حرام عليه برضه يعذر، واخد بالك؟ ترفع قضيه مثلا ويدفع غرامه 20,000 جنيه، ويدفع 30,000 جنيه، ممكن يسجنه 6 شهور، لكن ما يجلدوش، خدت بالك؟ لان هي ايه، مشهور، ليست عفيفه، لكن لما تبقى عفيفه وحره تبقى هي دي الاحصان اللي هو في حد القذف يعني. يبقى لازم يكون مكلف حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به، وعن وطئ محرمه المملوك له، وعن وطئ حليله في دبرها، والسكران المتعدي في معنى المكلف. قوله بالزنا شبهه بنحو السهم الذي يرمي به، يقول لك قذفها بالزنا، كأن الزنا ده سهم رشوا فيه، زي تقول رمى بالسهم، قذف السهم. فعليه حد القذف أي لها، وللزاني الذي قذفه بها فعليه حدان. افرض قال زنت بفلان وما جابش شهود، هيقام عليه حدين قذف، لأن قذف الست وقذف الراجل. خلاص يقام عليها حد، يقام عليهم الحد. طب والآية لسورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ما هو خلاص، ربنا جعل لهن أو يجعل اللهن لهن سبيلا. الرسول قال إيه؟ جعل الله لها السبيل لما نزلت سورة النور بعد كده. نعم. إنما الحكم يعني ده كان قبل نزول آيات الحد في الزنا اللي هو الجلد أو الرجل. يعني ده نسخ هذا الحكم ولا ننسخ؟ لا ننسخ، ده كان في الاول قبل نزول حد. وانا ليا في راي خاص ان ده بايه، في المراه اللي هي مع المراه، المراه مع المراه، فلا يقام عليها الحد اللي هي بالشواذ يعني، يبقى في الحاله دي تعزل يعني، تحتمل. لكن معظم الفقهاء قالوا ان ده منسوخ بايه النور، بايه سوره النور. زوجته أي المحصنة، لأجل قوله فعليه حد القذف، لأن قذف غير المحصنة يوجب التعزير، والمحصن في باب القذف مكلف حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به، وعن وطئ محرمة محرمه المملوك. يعني افرض قذف امرأة غير مسلمة وعفيفة، غير مسلمة وعفيفة، يبقى عليه التعزير ومعلوش حد القذف، عليه تعزير، عليه عقوبة برضه، بس مش حد قذف. فهمتني ازاي؟ قد يجعلها الحاكم عقوبة قريبة من القذف. يعني ممكن الحاكم يأمر بجلده 70 جلد. بس مش 80. فهمت؟ أدي التعزير. قوله بالزنا شبهه بنحو السهم فعليه حد القذف أي لها وللزاني. وسيأتي أي في فصل القذف، وقوله أنه 80 جلدة أي إن كان القاذف حرا، وأما غيره ممن به رق فحده 40 على النصف من الحر. افرض عبد هو اللي إيه رمى بالقذف، العبد يقام عليه نصف حد الإيه الحر 40 جلدة. إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة، أي فيسقط عنه الحد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فقال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله في أمر ما يبرئ ظهري من الحد كما تقدم، والحديث بطوله في صحيح البخاري. فدل ذلك على سقوط الحد بإقامة البينة ومثله التعزير إن لم تكن محصنة أو يلاعن الزوجة المقذوفة، فهو مخير بين إقامة البينة واللعان، فإن امتنع منهما لا بينة ولا لعان يبقى يقذف، ياخذ حد القذف، فعليه الحد كما علم. قول وفي بعض النسخ أو يلتعن أي يأتي بكلمات اللعان، كما أن معنى يلاعن كذلك، أي بأمر الحاكم أي بتلقينه، وإلا فلا يعتد به، فهو شرط للاعتداد باللعان. وجملة شروط اللعان إيه؟ 4. سبق كذف الزوجة، ده أول شرط، تقديما للسبب على المسبب، كما هو مستفاد في صنيع المصنف حيث قال وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا إلى آخره،
وبيه صرح الأصحاب لأن اللعان إنما شرع لخلاص القاذف من الحد. تاني حاجة وتلقين القاضي أو من يقوم مقام القاضي. ثالث حاجة وولاء كلمات اللعان، يعني الأربع الشهادات يقولها ورا بعض الموالاة، مش يقول مرة وبعدين يقعد يأكل وبعدين يقول واحدة وبعدين يرد على التليفون وبعدين يقول واحدة ويدخل الحمام وبعدين واحدة، ما ينفعش، لازم ورا بعض مجلس واحد، فهمت؟ لازم الموالاة وولاء كلمات اللعان. المصريين يقول لك ايه علولة، الولاء يسمون المصريين علولة يعني ورا بعض، كويس. وألا الشرط الرابع ألا يبدل لفظا بآخر، واخد بالك؟ يعني ربنا بيقول علي لعنة الله إن كان من الكاذبين، يقول علي لعنة الله إن كان من الكاذبين، ما يقولش علي مثلا إيه عذاب النار، يستبدلها بأي كلمة ما ينفعش، خدت بالك؟ علي عقوبة في الآخرة، واخد بالك إزاي؟ أي حاجة ما ينفعش. علي يقول على نفسه أبقى يهودي لو أنا كذاب، ما ينفعش برضه، لازم يقول اللفظ كده زي ما ايه قايل في القرآن. يبقى لازم ايه لا يبدل لفظا بآخر كما سيشير اليه الشارع. قوله أو من في حكم في حكمه، يعني في حكم الحاكم كالحكم كالمحكم اللي هي زي في ايه في محكمة الأسرة، اللي يمدي عاملين حاجة اسمها محكمة الأسرة بدل المحكم، وبعدين لما بتفشل محكمة الأسرة بتصعد بعد كده المحكمة تانية. أي حيث لا ولد، أما إذا كان هناك ولد فلا يصح التحكيم إلا إن كان مكلفا ورضي به بخلاف غير المكلف، أو كان مكلفا ولم يرضى به. يعني لو كان مسألة فيها ولد ينفع الحكم، لكن لو في ولد حينبني علينا في نسب، خد بالك لازم حينبني علينا في نسب، يعني في طرفين حينضروا، المرأة والولد، يبقى في الحالة دي لازم يكون مكلف من القاضي، واخد بالك؟ أو كان مكلفا ولم يرضى به لأن له حقا في النسب فلا يكتفي برضا الزوجين. قول فيقول بالنصب، فيقول بالنصب عطفا على يلاعن، وهذا بيان لكيفية اللعان عند الحاكم أو نائبه، ولا بد من تلقينه كما مر. ومثله السيد بين أمته وعبده إذا زوجها له، لأن له أن يتولى لعان رقيقه لعان رقيقه، هكذا في المحشي اللي هو بتاع البرماوي، حشية البرماوي على على شرح ابن قاسم. ومثله في شرح الخطيب اللي هو الإقناع، بل وفي شرح الرملي أيضا، لكن في شرح الكتاب لابن قاسم أن للسيد أن يلاعن بين عبده وزوجته وبين أمته وزوجها، وهو صريح في أنه يتولى لعن عبد ولو كانت زوجته غير أمته، ولعن أمته ولو كان زوجها غير عبده. وانظر ما لو كان الزوج عبد الواحد وعبدا لواحد، أو عبدا لواحد والزوجة أمة لواحد، فمن يتولى اللعان هو سيد العبد أو سيد الأمة أو هما، أو يرفعان الأمر للحاكم، والظاهر جواز الجميع. قوله في الجامع أي ندبا، لأن هذا التغليظ بالمكان وهو مندوب، وإنما غلظ بالجامع لأنه المعظم من أماكن البلد. وقوله على المنبر أي ندبا أيضا كما سيذكره الشارح، لأنه محل وعظ وزجر، فناسب أن يكون على المنبر ليتعظ وينزجر وليشتهر أيضا. نعم الأولى في المسجد الحرام اللي هو في الكعبة، يعني لو كان يعني إيه قريب من مكة كمان يروح على مكة، أن يكون بين في المسجد الحرام، أن يكون بين الركن والمقام، بين الركن والمقام يعني عند الملتزم، دي حاجة تخوف، لأن الدعاء إنك مستوى يسمى بالحطيم، لأن الذنوب تحطم فيه تحطم فيه أو تحطم فيه عن الطائف عن الطائفين. فإن قيل لأي شيء لم يكن في البيت مع أنه أشرب بقاع مكة، أجيب بأنهم عدلوا عنه صيانة له عن ذلك، ولذلك لم يكن في الحجر، لأن الحجر من البيت، لأنه من البيت فصينا عن ذلك. وإن حلف فيه عمر رضي الله عنه، وإن كان سيدنا عمر حلف في الحجر، لكن إيه باقي العلماء قال لك لا ما ناخدش. وفي بيت المقدس لو كان في بيت المقدس أن يكون عند الصخرة، لأنها أشرب بقاعه، ولأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
وأما في مسجد المدينة الشريفة فعلى المنبر كباقي المساجد كما في الأم والمختصر لقوله كما في الأم والمختصر لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار. ويسن التغليظ بالزمان أيضا كالتغليظ بالمكان، فيكون بعد صلاة العصر، أي عصر أي يوم إن كان طلبه حثيثا، لو كان طلبه مستعجل يعني عصر أي يوم، لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة به، عقوبة لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ده أول نوع. ورجل حلف على يمين كذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، دي نمرة اتنين. والتالت ورجل منع فضل مائه، فيقول الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فإن لم يكن طلب حثيث يعني مش مستعجل، يخلوها بعد صلاة عصر الجمعة، عشان كمان يبقى بعد عصر الجمعة ده فيه ساعة مستجابة، يوم يخاف أكتر. فإن لم يكن طلب حثيث فبعد صلاة عصر يوم الجمعة، لما روي من أن ساعة الإجابة فيه، وإن كان الأشهر أنها ساعة لطيفة فيما بين مجلس الإمام على المنبر وانقضاء الصلاة كما رواه مسلم. ويعتبر التغليظ في الكافر، طب والكافر بقى نغلظه فين؟ هنجيبه في المسجد، في المكان اللي هو ايه بيعتقد فيه، يبقى ندخله في الكنيسة، هذا هو بيعتقد في الكنيسة مثلا، في المكان الذي يعظمه كالبيعة بكسر الباء والكنيسة وبيت نار مجوسي، ويجوز للحاكم دخول أماكنهم لأنه لحاجة ومثله غيره، لكن بإذن مكلف منهم. ومحل ذلك إن خلت عن الصور وإلا حرم، فلا يدخل بيت أصنام، وثنى بأصنام أصنام وثني وثني. طيب، وبالزمان يغلص بالزمان الذي يعظمه الكتاب، إذا كان يهودي نخليه يحلف يوم السبت، وإذا كان مسيحي نخليه يحلف يوم الحد والأحد في حق النصارى. ومن لم يعظم شيئا من ذلك كالدهري بفتح الدال اللي هو الايه اللي احنا نسميه ايه الملحد اللي هم الملاحدة، كالدهري بفتح الدال كما اقتصر عليه المحشي، وبعضهم قال بضم الدال وفتحها، وهو من ينسب الفعل للدهر، ومثله الزنديق وهو من لا يتدين بدين، وقيل الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام، يلاعن في مجلس الحكم لأنه لا ينزجر بمكان ولا زمان. ويحسن كما قال الشيخان أن يحلف أن يحلف من ذكر بالله الذي خلقه ورزقه، لأنه وإن غلا في كفره أي تجاوز الحد فيه يجد نفسه مذعنا لخالق مدبر، فسبحان مدبر الكائنات. في جماعة من الناس، أي بحضور جماعة من أعيان الناس وصلحائهم، لأنه فيه ردعا عن الكذب، وهذا مما يسن به التغليظ أيضا. وقول أقلهم أربعة أي لثبوت الزنا بهم، فاستحب أن يحضر ذلك العدد. قول أشهد بالله أعلم حالفا بالله فيما رميت به زوجتي، هذا إذا رماها بالزنا كما مر، فإن ادعت قذفه لها وأثبتته علي بالبينة قال فيما أثبتته علي من رمي إياها بالزنا. وقول الغائبة أي عن البلد أو عن مجلس اللعان، والفلانة أي فيسميها ويرفع نسبها ليميزها عن غيرها دفعا للاشتباه، افرض متجوز أكتر من زوجة لازم بقى يميزها باسمها، خدت بالك؟ وقول من الزنا أي إن رماها بالزنا، فإن رماها بوطئ الشبهة، وكان هناك ولدا ولد احتمل كونه من وطئ الشبهة ولاعن لنفيه قال فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وأن هذا الولد من تلك الإصابة، فقوله أن هذا الولد من الزنا محله في غير هذه الصورة اللي هي في غير وطئ الشبهة، يعني إن وطئ الشبهة لا يوصف بزنا. وقوله وإن كانت حاضرة أي بمجلس اللعان، وهو مقابل لقول الغائبة كما لا يخفى. قول وإن كان هناك ولد ينفيه إلى آخره، وإنما يحتاج لنفيه إن لم يكن معلوما عند الناس أنه ليس منه، فإن كان معلوما عندهم أنه ليس منه كزوج ممسوح أو صغير لم يحتاج لنفيه، يعني لو هو أصلا ممسوح، يعني ممسوح يعني لم يخلق له ذكر، هينفي إيه؟ ما هو منفي جاهز، فهمت إزاي؟
او هو صبي صغير متزوج صبي صغير واخد بالك وزوجته حملت، طب ما معروف انه مش منه، كل دي الصور مش موجوده في زماننا ده خلاص، لان ما فيش حد صبي بيتجوز صغير، خلاص القوانين ظبطت الامور وبقى في سن معين، لانه منفي عنه شرعا. وكذا لو طلق في مجلس العقد او نكح امراه بالمشرق وهو بالمغرب، يعني ما حصلش التقاء، يعني اتجوزوا بالمراسله وبعدين اتصلت بيه قالت له انا حامل مبروك، ما ينفعش كده. وقوله ذكره في الكلمات اي في كل من الكلمات الخمس، فلو اغفل ذكر الولد في بعضها اعاد اللعان لنفيه فيعيد اللعان جميع، ولو كان اغفاله في الرابعه، لان الولاء بين كلمات اللعان شرط، وما اغفل ذكره فيه اجنبي فيعد فاصلا فيستأنف اللعان. قوله ان هذا الولد من الزنا، قد عرفت ان هذا فيما اذا رماها بالزنا، وما واما اذا رماها بوطئ الشبهه الذي احتمل كون الولد منه فيقول ان هذا الولد من اصابه غيري على فراشي كما مر. قول وليس مني ظاهره انه لا يكفي اقتصاره على قولي وان هذا الولد من الزنا، وبه قيل لانه قد يظن ان مثل وطئ النكاح الفاسد زنا، ولكن الرجح انه يكفي حملا للفظ الزنا على حقيقته، وظاهره ايضا انه لا يكفي الاقتصار على قولي ليس مني من غير ان يقول من الزنا، وهو كذلك على الصحيح لانه يتبرر من قولي ليس مني انه لا يشبهني خلقا وخلقا، وكثيرا ما يريد الاب ذلك من هذا اللفظ، يعني ما يقولش ان الولد هذا ليس مني فقط، بل ايه وان هذا الولد من الزنا ليس مني، مش يقول ليس مني بس، لان قد يقول ليس مني يعني ليس من اخلاقي، زي ما النبي يقول ليس منا من ايه من غشنا ليس من، فلازم ايه يبين، يعني كأن يقول لولده لست مني، يريد بذلك لا تشبهني خلقا وخلقا. قوله ويقول الملاعن هذه الكلمات 4 مرات، أي لتكون كل مرة بمنزلة شاهد، وكررت الشهادة لتأكيد الأمر، ولذلك سميت شهادات، وهي في الحقيقة أيمان كما مر على الوجه الراجح يعني. ويقول في المرة الخامسة قد عرفت أنها مؤكدة لمفاد الكلمات 4، بعد أن يعظه الحاكم أي ندبا لعله ينزجر، ويندب أيضا أن يأمر رجلا أن يضع يده على فمه لعله يرجع كمان، يعني هو هيقول الخمسة بقى يوقف واحد يقول له اتق الله اوعى تنطق حرام عليك، يقول له الأسيب، يقول يبقى كده يعني ايه متأكد يعني مش متردد يعني. قوله أو المحكم أي لأنه يقوم مقام الحاكم لكن بشرطه كما مر. قوله بتخويفه له تصوير للوعظ، ويقرأ عليه قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويذكر قوله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسا حسابكما على الله أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، وأنه أشد من عذاب الدنيا، يعني يقول له أن عذاب الآخرة اللي أنت هتستوجبه لو كنت كاذب عذاب الدنيا أخف 80 جلدة وتعدي بدل ما تروح في نار الآخرة، كل ده يعظه يعني عشان يخوفه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قوله فيما رميت به هذه من الزنا أي إن كانت حاضرة، فإن كانت غائبة ذكرها بما يميزها من اسمها ونسبها كما في الكلمات 4. وأشار الشارح إلى تكميل كلام المصنف، فكان من حقي أن يذكر هذه الزيادة لئلا يتوهم أن الخامسة لا يشترط فيها ذكر ذلك، وسكوتي عن ذكره الولد في الخامسة يهم أيضا أنه لا يشترط ذكره فيها وليس مرادا، لأنه لابد من ذكره في الكلمات 5 كما مر، يعني كل الشهادات يقول نفس الكلمات فيها، مش يقول أول واحدة كل حاجة وبعدين التانية اختصارا، يعني التانية يقول وهكذا مثل الأولى التانية بس الثانية بس، ما ينفعش لازم يكررهم كل حاجة، أو يقولها مرة واحدة ويقول 4 مرات أنا بقول 4، ما ينفعش لازم يقولها بالتكرار كده. قول المصنف مبتدأ خبره ليس بواجب،
قوله على المنبر في جماعة، وكذلك قوله في الجامع، وقوله بل هو سنة أي للتغليظ، وقد نبهنا على ذلك سابقا. ويتعلق بلعاني، نقف عند ده، ما يتعلق بلعاني من أحكام المرة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين القادم. وربنا ينجينا ويسترنا ويستر سائر المسلمين وذرياتنا، وألا نقف مثل هذه المواقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. يا الله يلا اختيار يا محمد، هتقرا الألفية.